طيب الحمد دكتور لله. حسام، يمكن احنا كنا بنتكلم من شويه ان من اعراض المتحور هو ارتفاع درجه الحراره، رشح، كحه احيانا، وتكسير بالعظام. واغلب الناس اليومين دول ممكن يكون عندهم، ما كانش كل لكن بعض من الاعراض دي، فهل يتعاملوا معاها على انها متحور الكورونا، ولا ممكن تكون برد، ولا مش تفرق في طريقه العلاج؟ طب خلينا نتفق على كذا حاجه. هو احنا من قديم الازل ومن قبل كورونا كان دي اعراض التهابات الفيروسيه اللي بتنتشر في هذا الوقت من العام. صحيح. جايز انت داخل الاستوديو دلوقتي، وخلينا اقول ان انا دلوقتي يعني بتحرك من مكان لمكان. ايوه. كويس، فدلوقتي الجو قلب فجاه اصبح تراب، بدات المطره خفيفه. فالفطره دايما بتقول ان مناعه الجهاز التنفسي ترتبط بعوامل عده، منها تغيرات الجو الحاده اللي احنا فيها دلوقتي. كل ما يحصل تغيرات جو حاده كل مناعه التنفس السفلي العلوي تقل، والسفلي برضه بتقل، فبيبقى عرضه لتعرض للفيروسات. تمام. طب احنا بنقول ان احنا الفيروسات دي بتنتقل من شخص لشخص. صحيح. اجراءاتنا الوقائيه الاساسيه هي ده الاساس. لكن هنا بقى ناخد علاج او ما ناخدش علاج بيرتبط بالحاله الصحيه للمريض نفسه. فبنقول أيوة. اهلنا من كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه سواء كانت صدر او قلب او ضغط او سكر، الاطفال أهلنا الاطفال، اهلنا اللي عندهم امراض مناعيه او بيتلقوا ادويه بتثبط المناعه. أيوة. او زارعين زي اهلنا من الناس اللي زارعين الكلى بياخدوا ادويه عشان تثبط المناعه بتاعتهم. اهلنا من اصحاب الاورام، هم دول المجموعه اللي بنقول لهم لو سمحتوا، لا كويس هناخد علاج، وعشان ناخد علاج سليم سواء اللي كانت للانفلونزا او للكورونا هنلجأ للطلب الرعايه السليمه من متخصص يقدر يفرق بتحاليل بسيطه جدا. فاكرين زمان اول الكورونا لما تروح لاي دكتور او يعني اللي هو بلاش الاجتهادات الشخصيه يعني. بالظبط، كان يعمل ليست التحاليل والمريض يخش لك معاه 10 صفحات من التحاليل و15 اشعه. الكلام ده دلوقتي مع ان احنا منحنى التعلم بتاعنا مع الكورونا بدا يزيد، ونفهم ايه التحاليل المطلوبه وايه التحاليل الفحوصات المطلوبه، بقت تكلفه التشخيص اقل بكثير، والعلاج بقى متوفر سواء للانفلونزا او للكورونا بطريقه سهله وفعاله، والشفاء بقى اكيد باذن الله تعالى ان شاء الله.